أود أن أبارك للشعب الكويتي على انتهاء الانتخابات التكميلية التي جرت يوم أمس في عرس ديمقراطي مصغر، وبهذه المناسبة أود أن أبارك إلى الأخوين الفاضلين الأخ بدر الملا الذي فاز عن الدائرة الثانية، والأخ عبد الله الكندري اللي فاز عن الدائرة الثالثة، وسيؤديان القسم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في بداية الجلسة.